أعلنت الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين في مملكة البحرين إلى 23 حالة إصابة. وخلال مؤتمر صحفي للفريق الوطني الطبي عقد في مركز ولي العهد التدريب والبحوث الطبية، أكد المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس غرفة تحكم وترصد فيروس كورونا المستجد أن جميع المصابين قادمون من إيران، ولم يتم تسجيل أي حالة لنقل الفيروس بين شخص وآخر داخل مملكة البحرين، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون الإجراءات العلاجية والرعاية الصحية اللازمة. أضاف رئيس غرفة تحكم وترصد فيروس كورونا المستجد أن عدد الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي 59 شخصا، مبينا أن هؤلاء الأشخاص غير مصابين بفيروس كورونا وأن وجودهم إجراء احترازي كونهم خالطوا أشخاصا مصابين. كما أكد المقدم طبيب مناف القحطاني خلال المؤتمر الصحفي أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن. هذا وقد شددت اللجنة على أنه ومن منطلق الحرص الدائم على إطلاع الجميع بكافة المستجدات والإرشادات حول فيروس كورونا والإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها بالفيروس أولا بأول. بين انتم عرفتوا في تاريخ فبراير 21 اعلنا عن اول حاله اصابه، كانت لمواطن بحريني كان قادم من ايران وكان قدومه قبل صدور قرار بمنع الرحلات القادمه من ايران. من بعد هذه الحاله الى اليوم عندنا المجموع الكلي 23 حاله اصابه من بحرينيين وفي غير بحرينيين بعد منهم كمجموع كلي، لكن أحب أؤكد هذه 23 حالة كلها من أشخاص قادمين من إيران. بمعنى أصح لا يوجد عندنا في البحرين إلى هذه اللحظة أي إصابة نقل عدوى من إنسان إلى إنسان أو من مواطن بحريني إلى مواطن بحريني داخل مملكة البحرين. وهذه نقطة جدا مهمة، لأن هي تبين على أن جميع الاحترازات اللي احنا سويناها منذ فبراير 13 إلى الآن لله الحمد أو شيء قدرنا نحصر العدد الصحيح، وفي نفس الوقت قدرنا نمنع حدوث حالات انتشار عدوى ما بين المواطنين. يعني بمعنى صح البحرين مو بمنبع لهذا الفيروس، بمعنى صح الفيروس مو منتشر في البحرين، هي مجرد لأشخاص كانوا في منطقة موبوءة جابوا معهم الفيروس، واحنا علشان نتاكد انه ما ينتشر اخذنا كل الاحترازات المشدده. فالى الان حتى العدد تشوفينه كبير 23، لكن اقدر اقول لك من المئات اللي سوينها حق المخالطين جميعهم سالبه. قلت لكم عندنا 23 حاله الى هذه اللحظه. قبل ما نطلع على الهواء بساعات كانت 17 حاله، زدناها 6 حالات. هذا بعد ياكد على الجاهزيه، ياكد على الشفافيه، ياكد على ان عندنا كادر طبي ومهني ممكن يعطونا التشخيص في ساعات قليله. الحالين الموجودين في الحجر الصحي، واكد الحجر الصحي معناته ان انا احجر على اشخاص سليمين ولكن قد يكون مخالطين لاشخاص جايين من مناطق موبوءه او انه هو في التصاق مع شخص مصاب. فعددهم الحالي 59 اصابه، وجميعهم ولله الحمد جميعهم في حاله صحيه يعني سليمه. احنا خليناهم بس في المستشفى بس عشان نطمن ان تكون في هناك رعايه يعني متسلسله لهم. طب احنا فكرنا ان لو الاعداد زادت وين بنخليهم؟ ففكرنا صراحه في اماكن كثيره وعندنا اوبشنز كثيره صراحه، لكن حتى احنا دائما ننظر الى الخبراء.